السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعينا الكرام، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وفي صحة جيدة. دائما في إطار سلسلة تقديم وتعريف بعض النباتات والأعشاب الطبية المتواجدة في كل المنازل المغربية، اليوم نقدم لكم إن شاء الله النعناع البري أو ما يصطلح عليه بالعامية نباتات فليو أو فليو أو بالفرنسية لامانت بوليوت. هو نبات ذو رائحة عطرية جميلة ويسمى أيضا بالريحان، وهو أحد النباتات الطبية التي تستخدم أيضا كتوابل لأنواع مختلفة من الأطعمة وتستعمل على نطاق واسع في المطبخ الآسيوي. فوائد نبتة فليو: يذكر أن نبتة فليو كانت تستخدم على نطاق واسع في الطب في مختلف البلدان، وكان الصينيون يستخدمونها لعلاج أمراض الكلى ومشاكل اللثة، أما في الهند فكان يستعان بها لعلاج الملاريا وأمراض الجلد وآلام المفاصل. كما أنها تستخدم في بعض البلدان للزينة في الأفراح والمناسبات، وتصنع منها النساء أطواقا جميلة توضع على رؤوسهن أو في أعناقهن. الفوائد العامة لنبتة فليو: تساعد الجهاز الهضمي على عملية الهضم، تفتح الشهية للناس الذين يعانون من النحافة، تساعد على التئام الجروح، تقوي مناعة الجسم، تعالج مشاكل البواسير واللعاب، تعالج آلام الصداع الشديد أو الشقيقة، تعالج التهابات وتقرحات اللثة، تعالج آلام المفاصل والعظام، تحافظ على لمعان البشرة، تقوي الشعر وتمنعه من التساقط. تستخدم في التركيبات العطرية الجديدة لأنها ذات نكهة عطرية فواحة، تدخل في الصناعات الطبية، تصنع منها بعض الأدوية كالمراهم، وكذلك تساعد على إنعاش خلايا الدماغ، يمكن إضافتها للشاي كنكهة عطرية جميلة وصحية وطبية. الإخوان نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكون هذه المعلومة تعجبكم إن شاء الله، وإن شاء الله ملتقانا في فيديو جديد إن شاء الله. ولفرص الإعجاب ديالكم، عاونونا ببعض الملاحظات إيجابية باش إن شاء الله نحسن المحتوى، وأغلاط اللي تنديروها مبقاوش ترتكبوها. شكرا بزاف، ما تنساوناش بالإشتراك وتهلاو لي فراسكم.